ألف باء مجالات سوق العمل يقدمها مجموعة من اليافعين ضمن ورشة تعريفية وتثقيفية في اللاذقية لتقديم المهارات المطلوبة للحصول على فرص للعمل. النشاط اليوم تحت عنوان ABC Workshops وهو بموسمه الثالث. هدفه الرئيسي إعطاء أساسيات المجالات عموما اللي بتنعطى وبتنطرح بكل موسم. بهذا الموسم بدنا نركز على الإدارة، بدنا نركز على التسويق، بدنا نركز على التعلم الذاتي والتصوير والعمل الحر. هدول المجالات كلهم بيندرجوا تحت قائمة المهارات الحياتية لحتى يطلع الواحد ببروسيس بعملية ناجحة إلى حد كبير. أهم شيء رح أحكي اليوم عنه هو كيف أنك أنت تحط خطة تسويقية وتمشي عليها بالحذافير وتكون متمكن من هذه الخطة لحتى توصل صوتك للناس، تعرفهم عن حالك، بعدين يعجبوا فيك ويثقوا فيك لحتى يصيروا يعني زبناء أو عملاء، زبائن أو عملاء عندك. أنا متأكد أنه حيكون إلى أثر كتير كبير وكتير حلو على المجتمع، عاجلا أم آجلا يعني. وطبعا هي ما ننسى أنه هي مبادرة مشان تعليم الشباب واليافعين البرمجة عن طريق اليافعين نفسهم. مهمتي أنا أول شيء كانت أنه نظم حكي السبيكرز، شوف العرض التقديمي شو عندي ملاحظات عليه، زائد أنه مهمة تسويقية وأعلن عن الإيفنت مشان يكون في مدعوين أكثر بحكم أنه كان طالب مدرسة أو كذا، زائد أنه كمان بالتنظيم أثناء الإيفنت نفسه مشان ما يصير أي فوضى أو ضجة. راح أحكي أنه أنت كيف حتبلش عملك عبر الإنترنت وشو هي الخطوات اللازمة حتى أنك تبلش عملك الحر عبر الإنترنت، ونصائح مهمة ونصائح أنه أنك ما تغلط فيها. هي مبادرة شبابية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الدخول في سوق العمل وإيجاد الموارد لصنع مشاريع وكيفية تسويق المنتجات على أرض الواقع وعبر الإنترنت.